يا ميت اهلا وسهلا، حاله البركه، اتفضل. شو وينه عارف؟ وصل دقيقه لعند المختار وهسع بيرجع. خلنا نحاولك. لا والله والله ما بتطلعوا غير عقب غدا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلين يا اخوي، اهلين مرت اخوي، اهلين صديقنا وحبيبنا سفيان. اقعد اقعد، تفضل 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 يا اخوي، تفضل اقعد. ايه عارف، شو كنت عم تعمل عند المختار؟ كنت عم باخذ رايه بموضوع. موضوع ارض عكرمه؟ قصدك ارض المرحومه سلامه فهمك، الارض اللي بيزرعها. عارف تعال بدي احكي معك انتين عن فراشه. احكوا قدامنا لو سمحت يا رفيف. معلش سفيان، الحق وحكي له على كل شيء بقى. على شو يعني؟ المصاري اللي لك على عكرمه. شو القصه هاي كمان؟ شو نسيت؟ عكرمه لما تجوزنا واشترينا بيت مو اخذنا المصاري من سفيان؟ صار لازم نرجع له اياهم هلا. ايه صحيح، طالما الله رح يفرج عليكم رجعوا لي مصريات يا اخي. تعال هلا تعال هلا تعال فيها. لا تعال شو قاعد بصير؟ تشرب قهوه مرت اخوي؟ نشرب. شي هيك لالا لك، لا في دين ولا شي، هي قصة فبركتها مرتك رفيف مشان أخوك عارف يتحسوس. اوف، لك أمتى لحقت تفبركها؟ لك هلا مو هذا المهم، المهم ما تضعف قدام أخوك عارف، بقى أنت مرتب شي مع المختار. واي جبت لكم كراسي، اقعدوا اقعدوا. كراسي بلاستيك، كراسي بلاستيك يا عارف، شو هالقصه تبعك؟ انتوا ريف يعني طبيعه، رجعوا لكراسي الخشب مثل عوايدكم، شو هاد بلاستيك؟ يا اخوي سؤال جابتهن، قال درجي موضتهن. اقعد يا عارف اقعد. قعدنا. اسمع يا اخوي، اذا مضطر على بيع الارض وبدك مصاري ما في مشكله، بس انا بفضل انها ما تنباع. يا اخوي بصراحه انا مضطر على مصاري. اذا هاي الارض بتنباع ونتقاسم حقها بيني وبينك حسب الشرع والقانون، ما بدنا نختلف يا اخوي، الله يرضى عليك. يا اخوي بس انا اشتغلت فيها كل السنين، يعني كل عمري وانا بدير بالي عليها. ولا تنسى اني ما اخذت من مردودها ولا فرنك كل هالسنين. معناها متعادلين. خلونا نحكي بموضوع بيع الارض. دقيقه اخوي سفيان لو سمحت، انا فعلا هاي الارض ما بدي ابيعها وقد ما يكون حقها، بس انت عارف اذا مضطر على البيع. يا اخوي يا اخوي فهمني يا اخوي يا اخوي، هسه الارض جايها شرها مرتب، بده يعمل فيها مشروع سكني، يعني بجوز بكره اذا اجلني يبطل. ليك عارف باينتك انت حاكي ومفاصل وقاعد على البازار وناهي كل شيء، لا تقاطعني الله يخليك، خليني اكمل. هلا اجى دور عكرمه، انت بتتنازل له بالطابه وهو بيكمل البيعه وبيعطيك حقك على دوز باره. ولك يا اخوي يا سفيان فهمني يا اخوي، انا صرت مخلص المعامله، يعني مش باقي غير توقيع عكرمه. اها، مشان هيك بدك اياني اتنازل من غير ما اعرف شو قاعد بسوي؟ بصير هيك يا اخوي؟ عارف يا عيب الشوم عليك. يا اخوي يا اخوي لا تفهمني غلط، انا قصدي كنت يعني كنت قاعد بشتغل بالمعامله وقلت لحالي مشان ما تعطلني يعني وتاخرني، قلت لحالي بعدين بتوقع وبعطيك حصتك. اكيد مشان هيك ما كان بدك اياني اعرف قديش دافعين لك بالارض. مفكرني مغفل ها؟ عارف انت كذبت علي ولازم تعتذر مني. أنا أبو الشيطان يا رب. الله يلعن أبو الشيطان وساعة الشيطان معك وأبو مرتي سعاد، هي لعبت بعقلي. يا أخوي خذ الأرض كلها، ما بدي أرض، أنت أغلى عندي من مال الدنيا كلها. اسمع يا عارف، جل من لا يخطئ، وأنت المرة خطيت وأنا مسامحك. أنا بعرف قديش الزلمة صادق وأمين، لكن الشيطان خبيث والمرة لعبت بعقلك. والله يا أخوي الشيطان خبيث والمرة لعبت بعقلي.